اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نشره منتصف الليل والمستهل بالعناوين. ممثلا للسيد رئيس الجمهوريه الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن يحل بمدينه سان بطرسبورغ بجمهوريه روسيا الفيدراليه للمشاركه في اشغال القمه الثانيه للمنتدى الاقتصادي والانساني الروسي الافريقي. تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية تنصيب اللجنة متعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات، ووزير الداخلية يؤكد التزام الدولة بتعويض كل المتضررين مهما بلغ حجم الخسائر معلناً الإخماد الكلي للحرائق. المصالح الطبية بمستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا مجندة للتكفل بالمصابين بالحروق البليغة، وعبر الولايات المتضررة من الحرائق مبادرات تضامنية للتكفل النفسي بالمتضررين. الجزائر تدين بشدة محاولة الانقلاب في جمهورية النيجر، ووزير الخارجية ينقل إلى الرئيس بازوم دعم وتضامن السيد رئيس الجمهورية معه في المحنة الصعبة التي تجتازها بلاده. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. في المستهل تتابعون اليوم وثائقيا خاصا بزيارة رئيس الجمهورية إلى كل من قطر الصين وتركيا، وذلك على الساعة 9 مساء عبر قنوات التلفزيون الجزائرية. صورة رئيس الجمهورية كصورة مؤثرة عالميا، والدليل على ذلك هو حفاوة الاستقبال. ما هيش مجاملة، ولكن وصفت الصين بأوصافها الحقيقية. احنا انطلقنا من الصفر كذلك. احنا نظرنا مع أصدقائنا الصينيين كثير لعودة الصين إلى الأمم المتحدة. الآن ما عندناش شركة صينية اللي تصنع. مرحبا بك. أو بلو تار، دون دو زون، إل نيا بلو دو كارتابل، إل نيا بلو دو ليفر، إل نيا كو لي تابلات. ممثلا للسيد رئيس الجمهورية حل أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بمدينة سان بطرسبورغ بجمهورية روسيا الفيدرالية، وذلك للمشاركة ابتداء من اليوم في أشغال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي. تحتضن إذن مدينة سان بطرسبورغ القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي تحت شعار من أجل السلم والأمن والتنمية، حيث يبحث المشاركون على مدار يومين أفق التعاون بين روسيا وإفريقيا. موفد التلفزيون الجزائري إلى سان بطرسبورغ حمزة بالقسام. كل الأنظار تتجه غدا إلى سانت بطرسبورغ التي تحتضن قمة روسيا إفريقيا والمنتدى الاقتصادي والإنساني الثاني بحضور مميز وغير مسبوق لقادة وزعماء أكثر من 50 دولة إفريقية. التعاون الاقتصادي سيكون أبرز الملفات المطروحة على أجندة القمة، إلى جانب المبادلات التجارية وصناديق التمويل المالي، حيث تعمل روسيا على رفع قيمة المبادلات التجارية مع إفريقيا إلى أكثر من 18 مليار دولار المسجلة في 2022، خاصة في ظل التحولات الكبرى وتكتلات اقتصادية جديدة تطمح أن تكون فيها إفريقيا شريكا استراتيجيا يقف ندا بالند لشركائه، بعيدا عن الصورة النمطية لإفريقيا كسوق استهلاكية ومصدر للموارد والثروات. In my opinion, it's
أعتقد أنه موعد اقتصادي مهم جدا بين روسيا وإفريقيا. هناك العديد من الوفود تصل في هذه الأيام إلى مدينة سان بيترسبورغ. العلاقات بين روسيا وإفريقيا بحاجة إلى تعزيز وتطوير أكثر في المستقبل. الجزائر ومن خلال الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي تربطها بروسيا والترحيب الواسع لانضمامها إلى مجموعة البريكس، وكذا استعداد الجزائر المساهمة في بنك التنمية التابع لمجموعة البريكس، تعمل الجزائر على تكريس منطق جديد في التعاون بين الاقتصاديات الكبرى وإفريقيا لتحقيق التكامل فيما بينها. المشاركون وعلى مدار يومين سيعكفون على دراسة سبل تنويع مجالات التعاون من خلال 30 جلسة حوار ونقاش تمس مختلف الجوانب المتعلقة بالتعاون الروسي الإفريقي الشامل. كما سيتوج المنتدى بالمصادقة على مخطط منتدى الشراكة الإفريقية الروسية 2023-2026. يلتقي القادة والرؤساء في قمة سان بيترسبورغ أمام تحديات تختلف عن قمة 2019، في قمة تفرض الظروف أن لن تكون كسابقتها، حيث سيناقش المشاركون إشكالية التنمية في إفريقيا، والرهان اليوم هو الذهاب بإفريقيا إلى شراكات استراتيجية. أما بخصوص الجزائر فسيكون لها دور محوري في هذه المعادلة، وذلك لدورها الوازن إقليمياً ودوليا. حمزة أحمد بالقسام للتلفزيون الجزائري، سان بيترسبورغ، روسيا. بتكليف من رئيس الجمهورية أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اتصالا هاتفيا مع نظيره النيجيري مسعود حسومي. ويأتي هذا الاتصال الهاتفي الذي تركز حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر في أعقاب البيان الرسمي الذي أدانت فيه الجزائر بشدة محاولة الانقلاب التي تجري في هذا البلد الشقيق والجار. وخلال الاتصال طلب وزير الخارجية من نظيره النيجيري مسعود حسومي أن ينقل إلى الرئيس محمد بازوم دعم وتضامن أخيه الرئيس السيد عبد المجيد تبون في هذه المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر الشقيقة. كما نقل الوزير أحمد عطاف تمنيات الرئيس عبد المجيد تبون بأن تتغلب جمهورية النيجر بسرعة على هذه المحنة وتعود بحزم وثبات إلى طريق الاستقرار السياسي والمؤسساتي. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون المكرسة لمبدأ تكفل الدولة الجزائرية بمواطنيها المتضررين عند وقوع الكوارث الطبيعية والوقوف الدائم مع المواطن والتخفيف من معاناته عند المحن، تم أمس تنصيب اللجنة متعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي ستتولى مهمة دراسة وفحص من نتائج عمليات معاينة الأضرار والخسائر وإحصاء المتضررين التي باشرتها السلطات المحلية في الولايات التي مستها الحرائق، وذلك بهدف تعويضهم في أقرب الآجال. وبالمناسبة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد عن الانتهاء الكلي من عمليات إخماد الحرائق بفضل تجند وحدات الحماية المدنية وأعوان مصالح الغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح وحتى المواطنين. إن الأضرار والخسائر المعتبرة التي خلفت هذه الحرائق تستدعي منا تعبئة جميع الموارد والإمكانيات لجبر ما يمكن جبره والتخفيف من معاناة المتضررين، حيث وبالموازاة مع تجنّد جميع المصالح والهيئات المحلية لمكافحة الحرائق وتنظيم الإسعافات وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي أخذ على نفسه عهدا بالوقوف دوما مع المواطن والتخفيف من معاناته عند المحن. تم إزداء تعليمات ضرورية للسلطات المحلية لمباشرة عملية معاينة الأضرار والخسائر وإحصاء المتضررين قصد تعويضهم في أقرب الأجل. في هذا الشأن تعكف اللجان البلدية والولائية على إحصاء الأضرار والخسائر التي لحقت بأملاك وممتلكات المواطنين، والتي ستكون محل دراسة وفحص وتقييم من طرف اللجنة متعددة القطاعات.
وهي اللجنة التي نجتمع اليوم لتفعيل دورها من جديد قصد تحديد التعويضات المستحقة لكل المتضررين تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي كرس مبدأ تكفل الدولة الجزائرية بمواطنيها المتضررين عند وقوع الكوارث الطبيعية. وللشروع في تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة التي تم السيطرة عليها تتواصل عملية المعاينة الميدانية لحجم الأضرار وجرد الخسائر عبر كافة الولايات. العينة من ولاية سكيكدا حيث تعكف اللجان المختصة على جرد الخسائر للتكفل بالعائلات المتضررة عبر مختلف مراكز المتابعة الميدانية. التقرير لعائشة ببريق والقراءة لإنصاف بخلفة. عم ابراهيم درك احنا جينا ممثلين تاع المصالح الفلاحيه ان شاء الله جينا نشوفوا نحصيوا لك الخسائر اللي سبب لها الحريق هذا تاع بالبارح تاع 24 او جيناك البارح ودرك رانا جينا باه نحصيوا. قول لي شحال عندك من راس تاع بقر عم ابراهيم؟ قول لي شحال عندك شحال تحرقوا لك؟ تحرق 12 تحرق تحرقوا لك 12 راس تاع بقر. ربي يخلف عليك ان شاء الله بالحلال. علينا وعليك. بعد محاصرة وإطفاء جميع الحرائق التي مست العديد من بلديات ولاية سكيكدا باشرت المصالح الفلاحية عملية الجرد التي ما زالت متواصلة ومنذ يوم الأمس لإحصاء ما خلفته الحرائق. السكرتيرين خير الدولة اللي جرات معنا وهزتهم وطمرتهم يعني فيها بركة يعني الحمد لله الحمد لله يعني باللي كاينه الدوله وجرات معنا الدوله درك وقفت معنا وعاونتنا وبارك الله فيكم ويرحم والديكم. في عمليه احصاء المتضررين تاقت امس العمليه بيان سير راهي متواصله وشكلنا ثلاثه فرق لتكفل باحصاء المتضررين فيما يخص الاشجار المثمره واشجار الزيتون حتى اليوم يعني المساحه واللي تم إحصائها حتى الساعة 11 هذا من هذا اليوم راهي تعدات 200 هكتار. لجان المصالح الفلاحية تنقلت أيضا إلى كل من سيدي سامع أغبال وقرية رابح مطاطلة لجرد مختلف الخسائر من أشجار مثمرة وأعلاف. حرك لك شجر وش شجر زيتون؟ الزيتون حوالي 200 شجرة. كرطوس حوالي 5 شجرات. الجوز تحرقت لي 21 شجرة. الرمان 5. النجاس 5. نورمالمون هذا ما هذا الشجر اللي الحيوان ما تقاسش الحيوان ما تقاسش. هذا فيما تم جرد مختلف الأضرار التي لحقت أيضا بالمنازل من طرف الهيئة الوطنية لمراقبة التقنية للبناء. سي تي سي هداوي عنده واحد 7 مينوت يعني 10 مينوت نقدروا نحددوا درك واحد 10 مينوت ملي جاز منه. والباقي الاخرين اللي جا الاخرين فاتوا عليا البارح تاع البلدية. وقيموا واش اللي عندهم تم والمهم احنا درك نستناو. لحد الساعة تم جرد أكثر من 250 فلاح متضرر والعملية متواصلة إلى أن يتم إحصاء كل المتضررين. الجهود ذاتها متواصلة بولاية بجاية فبعد السيطرة على الوضع بادرت لجان النشاط الاجتماعي في عمليات تضامنية للتكفل النفسي بالمتضررين. أحمد خير الدين. هنا بقرية وداس ببلدية توجة تواصل خلايا مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن زيارة العائلات المتضررة من الحرائق الأخيرة التي مست ولاية بجاية. تكفل نفسي وطبي بالمتضررين هو ما لمسناه عند تقربنا من العائلات التي عايشت هول الكارثة. هذوك لي مومون تري ديفيسيل واحد ما يحس بك غير لي عبالي بلي تحسي كاع بصح هذوك لي مومون غير اللي عاشهم سورتو هاد الدراري عبالك اي سون توس برو تروماتيزي. ضرنا مليح مي جا وقفوا معنا داروا لي لازم او جابوا يعني قافله التضامن يعني تكفلوا بالمرضى اللي تجرح تكفلوا به راحوا للديار يعني نساو تاعنا واطفال صغار يعني داروهم واش لازم. وقفوا معايا ولا غير وقفوا معايا بارك الله فيكم كاينه يما منايا وكاينه طبيبه هذه منايا وقفوا معايا ربي يحفظهم ان شاء الله
وربي كما يقولوا يعوض لكم ثاني كما حكينا حبينا ما يعوض لنا على الخير هذا اللي راح لنا ان شاء الله. الحمد لله هذا مثلا شي انا بسيكولوج شي انا صحابي الى الدس الله يبارك مثلا طه الله وين ناس ندوا وين تخمى خم لي برمي سوان نعاود ناس اللي فاصمه وذاك ابليسي انا حرز ربي ان شاء الله. في هذه الخيمه يتلقى المتضررون من الحرائق رعايه طبيه وارشادات يعكف على تقديمها اطباء ومختصون في علم النفس قدموا من مختلف بلديات الولايه. شفنا 30 بين الحرقة وبين اللي يطلع له الضغط الدموي من يطلع له السكر اللي عندهم نشوف بسيكولوجيكوسي هذو كامل تكفلنا بها من اليوم يعني مليح حتى الدوكا هذيك سي بون يا بلو دو مالاد. عندنا طبعا هذا لي شابيتو هذه اللي رانا مدايرينها راهي تقريبا قاست كل المناطق المتضررة طبعا فيها فرقة متعددة عندنا البسيكولوج عندنا الأطباء وعندنا المساعدات الاجتماعيات اللي راهم يعني يقدموا في خدمات لهذه العائلات هذه يخدموا مع الأطفال اللي تعرضوا لصدمات. وخلف كل دمعة ألم أنهار من الحياة والأمل ورغم مرارة الفقد وصعوبة الأزمة ستخضر الأرض يوما ويزول الرماد ولو بعد حين. وبتيزي وزورا فق الأخضر كعوان الفريق المكلف بجرد الخسائر بقرية أيث يحيى موسى وعاد بالتالي. خمسة حرائق مهولة مست عدة مناطق ببلدية أيث يحيى موسى متلفة أزيد من 200 هكتار ناهيك عن حالة الهلع والخوف التي تركتها في نفوس بعض العائلات. عائلة زيري تستذكر تلك اللحظات عندما حاصرتها ألسنة اللهب. شعلت كانت تلهب وتصدمت علينا صوتات ماشي جات تمشي على النار هذيك صوتات. النار هذيك كانت قوية وش اللي قواها الريح وتوماتيكمون هربوا نسا مع الدراري هذو صغار هربناهم لتحت احنا بقينا مع رجال بقينا برجال ومع الحماية المدنية الحمد لله تخصي ونسلحقها لها وتلحقها لك لا تشتري أرواح داشتك كويد ليسونسيال حاجة نشي مخلوف إن شاء الله أقرا نخمس لونسونسمون وإن شاء الله إن شاء الله أزند نخدمها كوين إلى قناة. الحصيلة الأولية للمساحة التي اندلعت فيها النار تقارب ما يعادل 250 هكتار على مستوى دائرة درع الميزان. النيران التي أتت على الأخضر واليابس كبدت المواطنين سيما الفلاحين منهم خسائر معتبرة. صدم الدغور هذا لقيت شيء تعشت يوزاد كفني يوزادني نسعى شو ندقاس نسعى مقران نسعى كلش سقاني شو نسترزق سكسن يا كني في غور الحال انت ود امور صبورهم سكسن داتنا بزاف خسائر هنايا والخسائر هذو جو في الاخر في زيت زيتون ولا في شجره تاع الفاكهه كما التفاح كما الكتار كما العنب كما البقسيس. تجند كبير للفرق الميدانيه المكلفه بعمليه احصاء وجرد الاضرار التي خلفتها الحرائق المهوله بهدف تعويض المتضررين. السلطه المحليه تساد باش تواليد تقوم وتزور عن زورا عن دوق من الناس السجاعة اللي يقرر غير كيذون نفرح حيث لطاس. عندنا خمسة قرى مضرورة وفي هذا الأخر عندنا 3000 شجرة زيتون و2000 شجرة الفاكهة عندنا 51 تاع خلية النحل وعندنا لي سير افيكول وعندنا باتيمون ديلفاج وعندنا 2500 بوسان. كلهم تجندوا يد واحدة لذلك لتفادي أي مكروه قد يذكر. الخلايا الجوارية للتضامن تكثف من خرجات أعوانها بهدف تكفل أمثل بالمتضررين سيما فئة الأطفال والمسنين. خمين وحمد الله يمنع من عن يمذن وموثنا ركسي. تكفل نفسك سواء خصوصا المسنين والأطفال التي تركت فيهم شيئا من الرعب والهلع. وفي أجواء مهيبة شيع سكان قرية بن عيسي شهداءها الذين قضوا في الحرائق الأخيرة ذيف جيث.
والأطقم الطبية بمستشفى الحروق الكبرى البروفيسور سعيد شيبان بزيرالدا تسهر على معالجة الحالات المستعصية التي حولت إليها من الولايات المتضررة جراء الحرائق. خدمة صحية نوعية تقدم للمصابين بالحروق البليغة في هذا الصرح الطبي الكبير المجهز بأحدث الوسائل والتقنيات المتخصصة في المجال، بما يعكس أهمية هذه المنشأة في المنظومة الصحية للبلاد، حيث تقوم بأدوار كبيرة في معالجة المرضى والمصابين بالحروق الكبرى منذ تدشينها. وصال والجواب. لم يمض شهر على تدشينه، ها هو مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا يضطلع بمهامه على أكمل وجه، عناية بالمرضى وخدمة صحية راقية. فمنذ الساعات الأولى لاندلاع حرائق الغابات تجندت الأطقم الطبية هنا لاستقبال الحالات المستعصية والمصابين بالحروق البليغة. يوم اندلاع الحريق جانا واحد من ولاية البويرة، وكذلك اليوم صبح تلقينا ثاني في الأمس في الليل تلقينا واحد ثاني من ولاية البويرة، نفس الولاية، ونحن على اتصال دائم. اي معلومه ولا اي متضرر نحن على كما نقول مستعدين للتكفل به. من العامل البسيط حتى اكبر عامل في المؤسسه راه مجندين على مدار 24 ساعه باش يستقبلوا اي عدد من المصابين ان شاء الله. عندنا امراض زوج جاوا من برج ملايين، واحد شديناه واحد راه في حاله حرجه باسكو لا بريلور تاعو قريب راهي 100%، دونك رانا نديرو الواجب تاعنا. وكاين مرض ثاني جا من الخضاريه، دونك او توتال اكتويلمون نو زافون 3 مرض كي تاع لي فيت فوري. الحالات التي تم تحويلها الى هذا المستشفى وجدت هنا العنايه والمتابعه الدقيقه. رافقنا خالد خلال تفقده لحالات المرضى والمصابين الذين يتلقون علاجا مكثفا. قايمين بينا بكلش الحمد لله. هادو نديرو لهم ديزانيستيزي جينيرال في لي شونجمون دو بونسمون، دونك انا نسناو باش يعاودو يطلعو على البلوك تبدل لو بونسمون تاعها سو سانيستيزي جينيرال. المستشفى صدير كيما نقولو حنايا فيه كل الوسائل التقنيه لا ديرنيير جينيراسيون كيما نقولو، عندنا ماتيريال دو تكنولوجي. عددهم تجاوز 325 الذين كانت لهم حروق بصورة بنسبة مئوية زائدة تم التكفل بهم على مستوى العاصمة، وهم موجودين، هم العدد نتاعهم تقريبا 7. عين ناجة أخذت العسكريين وإحنا أخذنا ما بقي من المرضى، وما زالت المصالح نتاع المستشفى لكبار المحروقين مفتوحة لكبار المحروقين. مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا بتجهيزاته الحديثة وتقنياته المتطورة وإطاره الطبي الكفء مكسب صحي تتعزز به المنظومة الصحية في بلادنا. في أحوال الطقس، يتوقع الديوان الوطني للإرصاد الجوية في نشرية خاصة أن تشهد ولايات تيميمون أدرار برج باجي مختار وعين صالح موجة حر مع تسجيل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة. هذه النشرية الخاصة التي بدأت أمس تستمر إلى غاية يوم الجمعة صنفت في درجة يقظة برتقالي. ومع موجة الحر والتقيد بنصائح المختصين، يواصل عمال البناء بولاية تمنغست مهامهم لاستكمال المشاريع السكنية في أجلها المحددة. هارون لوميدي. بالرغم من الارتفاع المحسوس لدرجة الحرارة التي تشهده الجزائر عامة، يحاول هؤلاء العمال بولاية تمنغست بكل ما أوتوا به من قوة بمواصلة الأشغال الموكلة لهم. ففي هذه الورشة يسابق محمد ورفاقه الزمن من أجل تسليم هذا المرفق التربوي في أقرب الأجال. رانا الخدمة على ساق وساق، رانا خدمو بكري، سخانة قاتلتنا شوية، ولكن الكوراج كاين والإرادة كاينة وربي وفقنا. رانا شباب هنا واقف نتكاتف رغم الصعاب باش نحاولوا نكملوا هذه الثانوية في أقرب الأجال، نحاولوا نسلموا هذا الصرح للولاية باش إن شاء الله الطلاب نتاعنا الموسم ان شاء الله هذا يقراو فيه. ورغم كل الظروف الصعبه
الى ان عندنا تعليمات من السيد الوالي الولايه باتمام المشروع في اقرب الاجال لفك العزله على الاحياء المتواجده هنا للموسم الدراسي الجديد باش يدخلوا التلاميذ ان شاء الله يقراوا. يتميز مناخ تمنغست في فصل الصيف بمناخ معتدل، الا ان اشعه شمسها الحارقه لا يختلف عليها اثنان حول حدتها، فهذه الشركه الخاصه لتزفيت هذا الطريق رغم الظروف المناخيه الصعبه تعمل ليل نهار من اجل تسليم هذا المشروع في وقته المحدد. الظروف اللي رانا هنايا على كل حال درجه الحراره والمناخ الرياح كل شيء فيها وسمو صعيبه، بصح بربي ان شاء الله راح نضحي وان شاء الله بكل الطاقات تاعنا ان شاء الله باش يكمل المشروع ويتسلم ان شاء الله في اقرب الاجال ان شاء الله. إذن هي مشاريع تنموية تتجسد ميدانيا بفضل مجهودات هؤلاء الشباب الذين رفعوا التحدي رغم الظروف المناخية الصعبة. ترقية للعلاقات الأخوية بين الجزائر وموسكو وتسهيلا لتنقل الجاليات الجزائرية المقيمة بسان بيترسبورغ، تم أمس الإعلان عن فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وسان بيترسبورغ الروسية بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، ليرتفع بذلك عدد الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى 46 رحلة أسبوعيا. يفتخر فريق الخطوط الجوية الجزائرية بافتتاح هذا الخط من وإلى مطار سانت بيترسبورغ بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، رحلة يوم الاثنين ورحلة يوم الأربعاء ورحلة يوم السبت، وسوف يكتمل هذا التحدي إن شاء الله في انتظار فتح خطوط أخرى في جميع أنحاء العالم في قارة إفريقيا وأوروبا وآسيا. الارتفاع اليوم هو الأمر المهم، افتتاح الرحلات لشركة الجزائرية بين الجزائر العاصمة ومدينة سان بيترسبورغ في روسيا، هذا يضافك والديناميكية الإيجابية في تطوير علاقاتنا، علاقات روسيا مع الجزائر دولة صديقة التي نعتبرها من أهم شركائنا في قارة إفريقيا. ونختم النشرة بزيارة يقوم بها أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج للجزائر البلد الأم، حيث استمتع 160 طفلا بشواطئ عين تيموشنت الساحرة. مختار مدكور والمزيد. أزيد من 160 طفلا قدموا من الشمال الفرنسي لزيارة عدد من المدن الجزائرية من ضمنها ولاية عين تيموشنت. بشاطئ سيدي جلول أمضى أبناء الجالية أوقاتا ممتعة. أنا محمد ومجي من نانت و جو تري فيير دو مون بيي كي لالجيري والحمد لله. مش مابيل نور، سا فيغ لا دوزيام فوا كو جو ان الجيري، سا ان تري بو بيي. جيت في الروبي ورحت للجيري عجبتني. نادمني البحر المستالون، رحنا تلمسان كل يوم نحوسو، انا مليح في لاكولوني. واش عام خاطر رحنا البحر وخرجنا كاع، ورانا متهلين فينا الحمد لله. الجولة السياحية لأبناء الجالية بعين تيموشنت قادتهم أيضا إلى المخيم الصيفي برشقون. نحن منذ وصولنا إلى هذا إلى الجزائر ونحن نلقى كل الترحاب، كل الابتسامة، كل الظروف مهيئة من الطرف المسؤولين، من طرف حتى في خارج المركز هناك ابتسامات، هناك ابتسامات من السكان. الهدف من هذه الزيارة هي تعريف أبناؤنا بالمؤهلات التي تزخر بها ولاية عين تيموشنت سواء كانت سياحية أو ثقافية. قمنا باستقبالهم في أحسن الظروف، خلال الأيام القليلة المقبلة سوف نقوم باستقبال دفعة أخرى من قرابة 160 طفل آخرين. يذكر أن البرنامج السياحي لأطفال الجالية متواصل يشمل عددا من المدن الجزائرية وعلى مدار 10 أيام كاملة. إلى أن مشاهدي الكرام نطوي معكم أوراق النشرة، نلقاكم في موعد لاحق في أمان الله.